الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرسنا في هذه المجموعة الرابعة من حماية منهج السلف، الدرس الأخير في هذا الأسبوع، وقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مظاهر الانحراف في أبواب البدع والتبديع، وذكرنا بعض جوانب الغلو في هذا الباب، ومن ذلك التبديع بالخلاف الفقهي السائغ والأمور الاجتهادية ورمي المخالف البدعة، وذكرنا تعريف المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية والفرق بينها، وأن الخلط قد أدى إلى أخطاء كثيرة، ثم ذكرنا أمثلة على كل نوع من هذه المسائل، وذكرنا حكم التبديع بهذه المسائل، ثم ذكرنا نماذج مسائل الاجتهاد التي حدث بسببها اختلاف ومنازعات وشحناء وهجر وتبديع، وذكرنا أيضا من الانحرافات والغلو في التبديع عدم التفريق بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي، وعدم التفريق بين من يظهرها ومن يكتمها في أبواب الإنكار والهجر والتأليف مع الغلو في الهجر. وتكلمنا عن فقه هذا الباب، وبينا أن مسألة الهجر وعدمه مبنية على المصلحة، سواء في حق العاصي أو المبتدع، وكذلك في حق جماعة المسلمين. وذكرنا أيضا من الانحرافات والغلو في التبديع تبديع من ترك الانتساب اللفظي للسلفية وإن كان على منهج السلف، وذكرنا كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ومنه قوله: والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى السلفيين، فهناك طريق السلف وهناك حزب قد يسمي نفسه بهذا، والمطلوب اتباع طريقة السلف وليس إيجاب الانتساب إلى الأحزاب على الناس. وذكرنا أيضا من انحرافات الغلو في التبديع عدم التفريق بين التبديع المطلق وتبديع المعين، أو عدم التفريق بين التبديع بالنوع والتبديع بالعين. وبهذا اختتمنا الكلام على مظاهر الغلو في باب البدعة والتبديع، واليوم إن شاء الله نذكر بعض المسائل الهامة التي كانت مدخلا لانتشار البدع. وهذه المسألة تسمى، أو يعني من هذه المسائل ما يسمى بالمصلحة المرسلة. الحقيقة أن المصلحة المرسلة هذا عنوان حاول الكثيرون الدخول من خلاله واختراق سور السنة للوقوع في البدعة. والمصلحة المرسلة موجودة، العبارة هذه موجودة في كلام العلماء، ولها يعني معاني صحيحة ومدلول صحيح، ولها مفهوم مهم، ولكن أن تستغل هذه القضية، قضية المصلحة المرسلة، حتى يبرر للناس الوقوع في البدعة، هذا هو المرفوض. وعدم التفريق بين البدعة والمصالح المرسلة هذا من أسباب الانحراف. من مظاهر الانحراف في باب البدعة الخلط بين البدعة والمصلحة المرسلة، إذ أن كل من البدع والمصالح المرسلة مما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة، وكل منهما لم يقم على خصوصه دليل شرعي خاص، فكلما أنكرت عليهم بدعة قالوا: طيب جمع القرآن ما حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا في حياته، لماذا تنكرون علينا أننا أتينا بوجه من وجوه التقرب إلى الله؟ وهذه مسألة جمع القرآن فعلها الصحابة وما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من ناحية التأصيل العلمي، جمع القرآن يصلح مثالا على المصلحة المرسلة، لكن لا يمكن الاحتجاج به أبدا على البدعة. والذين يستحسنون البدع يقولون: طيب يعني أنت مثل ما أبو بكر استحسن جمع القرآن، عثمان استحسن تعميم النسخة، مصحف عثمان على الأمصار، وهذه أشياء ما كانت في عهد النبوة، طيب نحن الآن إذا اخترعنا عبادات ما كانت في عهد النبوة لماذا تنكرون علينا؟
ولكي نرد على هذا الكلام ونبين يعني حقيقة الأمر، لابد أن نفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، وإلا لن تتضح القضية وسيستمر الخلط. ونعود إلى تعريف البدعة ونعرف المصلحة المرسلة ونرى ما هو الفرق بينهما، وكيف أنه لا يمكن النفاذ إلى البدعة بطريق المصلحة المرسلة. لما قلنا أن البدعة هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. إذن البدعة يقصد صاحبها التقرب إلى الله، ما في بدعة مثلا. ولذلك فرقنا بين إيش؟ فرقنا بين البدعة والمعصية. المعصية صاحبها ما يتقرب إلى الله، يعني هو عاصي. البدعة صاحبها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يتقرب إليه بطريق لم يشرعه، يتقرب إليه بعبادة لم يأذن بها سبحانه، يتقرب إليه بعبادة بطريقة هو اخترعها واستحسنها صاحبها وليس عليها دليل شرعي. وقلنا إن الطرق إلى العبادة مسدودة إلا بدليل، يعني أي واحد يخترع طريقة يتعبد بها فهي باطلة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطلة إلا إذا قام دليل شرعي على مشروعية هذه الطريقة. طيب، هذا تذكير بتعريف البدعة. طيب، ما هي المصلحة المرسلة؟ المصلحة في اللغة هي المنفعة، سواء كانت دنيوية أم أخروية. إذن أول مدخل الآن، أول مدخل يعطينا تنبيهاً أن ترى البدعة هي في أمور الدين، يعني في أمر ديني. المصلحة المرسلة ممكن تكون في أمر ديني وممكن تكون في أمر دنيوي. يعني كلمة المصلحة معروفة صح؟ يعني أي واحد يفهم معنى كلمة المصلحة، المصلحة المنفعة. إيش يعني المرسلة؟ اللي ما ورد عليها دليل، مرسلة عن الدليل. مرسلة يعني غير مقرونة بدليل، مرسلة عارية عن الدليل. لما أقول شيء المرسل، مرسل يعني المفكوك عن مفكوك منفك مفكوك عن الدليل، مرسل مطلق. ناقة مرسلة مطلقة، ما هي مقيدة. فالمرسلة في اللغة المصلحة المرسلة المطلقة، يعرفها العلماء هي المصلحة التي لم يشهد الشرع لها لا بإلغاء ولا باعتبار، لا جاء عليها دليل يقرها ويعتبرها ويشرعها، ولا جاء دليل يلغيها ويردها ويرفضها. هذه المصلحة المرسلة. وقد تكون في، لكن هي طبعا مصلحة، مصلحة يعني مثلا ما يمكن تكون يعني مثلا يعني إذا قد يقول المجنون أو غير العاقل كلام، بس ما لا يمكن أن يعتبر مصلحة، أو واحد متهور يفترض يقول شيئا ليس بمصلحة. نحن نتكلم عن شيء مصلحة، في مصلحة لكن لم يشهد لها الشرع بإلغاء ولا باعتبار. لو أخذنا في مصلحة مثال على المصلحة المرسلة في أمر ديني، جمع القرآن في مصحف واحد. النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان يكتب القرآن في اللخاف، الألواح، العظام، الجلود، لكن كان مفرقا يعني ليس مجموعا، عند هذا أشياء مكتوبة وعند هذا أشياء مكتوبة.
فلان من كتبة الوحي، معاوية من كتبة الوحي، فلان، كل واحد عنده. لكن هل هي مجموعة في يعني بين دفتين أولها الفاتحة وآخرها الناس؟ الجواب لا. جاء أبو بكر رضي الله عنه باقتراح من عمر رضي الله عنه، ولجنة برئاسة زيد بن ثابت، وجمع كل هذه الأشياء في يعني موضع واحد. ثم جاء عثمان رضي الله عنه طور الفكرة وعمم المصحف الإمام على الأمصار حتى يكون هو المعتمد. فإذا قال قائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع المصحف في عهده ولا عممه على الأمصار، من أي باب فعله عثمان أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما؟ طيب فعلوه من باب المصلحة. لو واحد قال، طبعا هذا في جانب ديني، لو واحد قال إشارات المرور ننتقل يعني نقلة فيها مصلحة ولا لا؟ هل شهد الشرع لإشارات المرور بدليل خاص اعتبارا أو إلغاء، تشريعا أو تحريما، إذنا أو منعا؟ دليل خاص ما في. تسجيل الأنكحة والمواليد في السجلات، هل جاء الشرع بدليل سجلوا مواليدكم؟ ما ورد. هل قال الشرع نهى أن تسجل المواليد؟ ما في. ما عندنا نص يمنع، ولا عندنا نص يشرع ذلك أو يأمر به أو يأذن به، ما عندنا. إذن لاحظوا أن البدعة تتعلق بأمور الدين فقط. المصلحة المرسلة ممكن تكون في أمور الدين، ممكن تكون في أمور الدنيا. طيب المصلحة المرسلة لابد من ضبطها، وإلا ممكن تكون مدخل للباطل. ممكن الناس يدخلون على الدين أشياء باسم المصلحة المرسلة، ولذلك لابد من ضوابط المصلحة المرسلة، لابد من شروط. فقد وضع العلماء شروطا لهذا، وهذه يا أخوان مسألة التأصيل الشرعي حتى واحد يعني يفهم ماذا يوجد عند العلماء، يعني حتى تتقعد المسائل في ذهنك، تتقعد والنفس تتشرب، لابد من الغوص في كلام أهل العلم، نفهم ماذا قالوا عن أمر هذا، ماذا قالوا عن أمر هذا. طيب بالنسبة للمصلحة المرسلة، قالوا من شروطها حتى تكون صحيحة، حتى ما تكون باطلة أو تكون مدخل للباطل، لابد من وجود شروط حتى نقول هذا مصلحة مرسلة صحيحة. مصلحة مرسلة صحيحة، أولا أن تكون المصلحة حقيقية غير متوهمة، لأن المصلحة المتوهمة لا ينظر إليها. الآن لو جاء واحد وقال يا جماعة ليش ما نساوي الذكر بالأنثى في الميراث؟ ليش ما نساوي الذكر بالأنثى في الميراث؟ أليس هذا من العدل؟ ليش الذكر ضعف الأنثى؟ وأنا أرى أنه هذه مصلحة، ونطلع قانون نمشي عليه خلاص. طبعاً هذا الكلام هو مصادم للشريعة على طول، يعني مباشرة نحرف المصادم للشريعة. لكن الإنسان الذي اقترحه هو في الغالب اقترحه ليش؟ لمصلحة يراها. مثلا يقول حتى الكفار ما ينتقدونه، لأن يعني طيب حتى نساء الكفار ممكن يدخلوا في الإسلام، بس المرأة الكافرة إذا رأت أن عندنا المرأة نصف الذكر في الميراث تقول هذا اضطهاد، وهذا مدين تمييز ضد المرأة، وهذا فنبغى نسوي بينهما. أليس الكلام هذا أنه مثلا حتى يكون نساء الكفار ينجذبوا للإسلام لما يشوفوا أن المرأة مثل الذكر
ممكن يكون في ظاهره له وجهة نظر، يعني ممكن واحد يقول والله يعني مو شكلها كذا يعني، نقول لكن هذه مصلحة متوهمة، يعني وإن بدت عند بعض الناس إن هي يعني شيء إيجابي لكن تروا بالحقيقة شيء سلبي. والله سبحانه وتعالى خالق البشر أعلم بما يصلحهم، والذي أمر بدعوة الكفار رجالا ونساء أعلم بما يشجعهم على الدعوة وما لا يشجعهم، وهو تعالى محيط بالمصالح من جميع الجهات، مصلحة دعوة الكفار ومصلحة الذكور ومصلحة الإناث ومصلحة المجتمع والمصلحة المالية، وربنا سبحانه وتعالى محيط. وبالتالي فإنه لما شرع قانونا إلى قيام الساعة للذكر مثل حظ الأنثيين فإن هذا هو المصلحة، وأي شيء مخالف حتى لو واحد ظهر له أن في مصلحة فيه مصلحة متوهمة وهمية ليست حقيقية. وإن ترك فرض من فرائض الإسلام أعظم مفسدة بكثير من قضية أن الكفار أن يعني بعضهم ما يعجبهم، فكان ماذا؟ ثانيا المصلحة المرسلة، يعني قلنا أولا لازم تكون مصلحة حقيقية وليست متوهمة. اثنين أن لا تعارض نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع الصحيح، لأنها إذا عارضت فهي مرفوضة ومردودة. وأنها لو ظهرت مصلحة لبعض الناس إما أنها ستنتج مفسدة أكبر عند التطبيق أو تفوت إيش مصلحة أكبر، إن هذه المصلحة التي ظهرت لبعض الناس وقال بها لما ننفذها إما تؤدي إلى مفسدة أكبر وإما تفوت مصلحة أكبر. لو واحد قال يا جماعة أنتوا ليش تمنعوا الزنا؟ طيب واحد يبغى يقضي شهوته وهو راضي وهي راضية، إيش المشكلة؟ طبعا الآن هذا واضح أنه هذا الكلام مخالف لنص صريح، الله سماه فاحشة وساء سبيلا وبغضه. ولا تقربوا الزنا، ما هو فقط لا تزنوا، وضع له احترازات كثيرة، قضية تحريم النظر إلى العورات، تحريم الخلوة وإيجاب الحجاب ووجوب الاستئذان عند الدخول وإلى آخره. لنأخذ مثالا أدق، يمكن هذه يعني مسألة واضحة، يعني قضية تحريم الزنا. جئنا بسارق لنقطع يده بعد توفر شروط الحد، يعني بلغ المسروق نصابا أخذ من الحرز، هذا ليس جائعا مضطرا ولا المهم توافرت شروط الحد. فقال لنا هو أو ذووه وأقاربه وسفير بلده، تبغوا تقطعوا يده حسب الشريعة مرحبا، ما قلنا شيء، بس عندنا طلب واحد، نريد أن تعطونا اليد المقطوعة بعد قطعها. خلاص أنتم تبغوا تقطعوا اقطعوا، بس نبغى تعطونا اليد المقطوعة من فضلكم، ما تغمسوها بالزيت بعد قطعها، لأنه يعني إذا انغمست بالزيت بعد قطعها مجاري الدم تغلق وخلاص، ما في فائدة من إعادة التركيب. ماذا تريد أن تفعلوا يا جماعة؟ نريد أن نخيطها، بس احنا ما نعتدي، ما نقول لكم شيء، أنتم شرعكم على الرأس والعين، اقطعوا، بس نبغى تعطونا اليد، ايش تبغوا تسوي فيها؟ والله نبغى نسوي عملية جراحية لإعادة خياطتها، اقطع من هنا ناخذه على المستشفى
خلاص حنا نشوف شغلنا. اتفقنا مع طبيب مستشفى. ممكن يعني واحد يقول والله يعني ليش لا، يعني إذا كان إحنا مننفذ الحد خلاص. بس أنت لما تفكر في الموضوع، إعادة تركيب اليد المقطوعة سيعود على الحد بماذا؟ ها؟ أيوه بالإلغاء، كأنه ما حصل، قطع وركب مرة ثانية. والآن عمليات تقدم العلم في مسألة إعادة الأعضاء المبتورة، منشار كهربائي حادث يعيدونها، وأحيانا بطريقة احترافية حتى تجميلية، حتى ما تظهر الآثار. لما تيجي تفكر فيها معنى ذلك إن خلاص يعني إيش يعني خلاص القطع، يعني إقامة الحد وقطع اليد للاعتبار عقوبة للسارق وعبرة لغيره، خلاص السارق رجعت يده والناس الآخرين شافوا الأمور سلكت. هذا الكلام سيعود على إقامة الحدود الشرعية بماذا؟ خلاص يعني يصير يعني كذا نوع من الاستهزاء وخلاص يصير إقامة الحد مسألة شكلية، يعني احنا حنرجع كل شيء زي ما كان. فإيش صار لقضية إقامة الحد؟ كأنها سقطت، كأنها بطلت، مفعولة كأنه بطل، الهدف منها ما تحقق. إذن هذه المصلحة التي قدمها واحد وقال طيب خلونا نرجع يد الرجال خلاص قطعتها وانتهينا، هذه مصلحة ملغية ملغاة ولا يمكن اعتبارها، لأنها تنافي قصد الشارع، لأن الشارع ما قصد من قطع اليد يعني مجرد القطع الشكلي الذي تعود اليد بعده كما كانت. ثالثا، يشترط في المصلحة حتى تكون صحيحة المصلحة المرسلة ألا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها، ألا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها. فإذا تعارضت المصالح قدمنا ورجحنا أقواها أثرا وأعمها نفعا، وإذا تعارضت مصلحة فرد مع مصلحة عامة قدمنا المصلحة العامة للمسلمين. مثال على قضية تعارض المصالح، أنه ممكن واحد يقدم فكرة مصلحة وممكن تكون هي فعلا مصلحة، لكن في مصلحة أخرى أكبر منها ستفوت وتختل. مثال، مقترح يقدم إلى مجلس عام من مجالس البلد، اقتراح يقدم على مستوى إعلامي أنه يا جماعة احنا عندنا يعني نصف المجتمع نساء، أليس كذلك؟ تقريبا 50% نساء. النساء الآن أكثرهن في البيوت، نريد أن نقدم خطة عمل لتشغيل هؤلاء النساء اللاتي في البيوت خارج البيوت في شركات ومصانع ومؤسسات ومنشآت، قطاع عام قطاع خاص، بحيث نستفيد من طاقة المرأة. المرأة هذه يعني أليس لها طاقة عقلية وجسدية؟ نريد أن نستثمر طاقتها، وفي عندنا مشاريع كثيرة في المجتمع ممكن نشغل فيها النساء، كل النساء تستوعب كل النساء اللي في المجتمع، وبالتالي يصير الإنتاج الزراعي أحسن، الإنتاج الصناعي أكثر، التجاري أوسع، التقني أكثر تطوراً.
هذه الفكرة أليست حقيقية؟ يعني أليس فعلا الآن لو أخرجنا النساء من البيوت وشغلناهن في المصانع والمزارع والمنشآت في جميع القطاعات، أليس الناتج القومي الإجمالي، الناتج العام يسموه gross national production GNP، هذا الناتج العام للبلد ألن يكون أفضل أكثر أعلى؟ صح ولا لا؟ فهذه مصلحة حقيقية، يعني حقيقية في مصلحة البلد، راح يتحسن الاقتصاد. ولكن إذا نظرنا إلى المصالح الأخرى التي ستختل لأجل تحقيق هذه المصلحة والمفاسد الأخرى التي ستنشأ كي نحقق هذه المصلحة، فإن العاقل المنصف سيشهد بأن هذه المصلحة في الحقيقة مرجوحة، لأنها ستفوت مصالح أعلى وتنشئ مفاسد أشد. طبعا ستنشئ مفاسد في قضية حقوق الزوج وتربية الأولاد، يخرج عندنا نشأ الأولاد ما لهم علاقة بالأمهات، والمسألة في التربية مختلة وحقوق الزوج مختلة، وستنشأ عندنا قضايا من جنس الاختلاط واحتكاك الرجال بالنساء وإيجاد الثغرات الكثيرة للوقوع في أنواع الحرام وإلى آخره. فتقوية الاقتصاد صارت على حساب اللي هو خلينا نسميه الحفظ المال في الضرورات الخمس، صارت على حساب حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العرض وإلى آخره. يقول علماء الإسلام إنه هذه مصلحة مرفوضة، وأن المرأة تعمل للحاجة، سواء حاجتها هي يعني أرملة مطلقة ما عندها مصدر دخل تحتاج للعمل فتخرج للعمل، أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، أو في حاجة المجتمع لها، يعني ممكن تكون هي مستغنية ومستكفية مكفية، ولكن المجتمع يحتاج إليها لأمر خاص مثل طبيبة التوليد، تعليم النساء. فالشرع المصلحة الشرعية تقتضي أن خروج المرأة لحاجتها هي أو لحاجة المجتمع لها، وأما تقديم خطة عامة بخروج كل النساء للعمل هذا مرجوح ومفاسده أشد والمصالح التي ستفوت بسببه أكثر. ونحن بهذا الطرح راعينا أنه في نساء محتاجات تخرج الحاجة بالشروط الشرعية، حاجتها للعمل أو حاجة المجتمع لها لتعمل في قضايا في قطاعات أو في أماكن خاصة. أما الإخراج الجماعي تفويت المصالح فيه أعظم وحصول المفاسد فيه أشد، والطرح الشرعي تحت السيطرة، الطرح الآخر خلاص تخرج كل النساء، وين السيطرة؟ لا يمكن. طبعا وستنشأ، يعني هم لما درسوا في الغرب، لما درسوا قضية مفاسد العمل عمل المرأة، اتضح لديهم انه حتى اقتصاديا انه ما سينشأ من المشاكل المكلفة، يعني جرائم غير اولاد المشر، يعني طبعا لانه الان لما تخرج الولد عن امه خلاص كل الاولاد، ترى نتكلم على فكرة عامة، ستنشأ عقد نفسية، ستنشأ عنها حالات غير سوية، تنشأ عنها جرائم، تنشأ عنها أشياء تتطلب علاجا، تنشأ عنها وتنشأ خلاص روح جيب حاضنة لأولاد هذه، وروح جيب، يعني في تكاليف أخرى ستنشأ مع المسألة. ولذلك وصل الأمر ببعض عقلاء الغرب إلى المطالبة بدفع الراتب
للمرأة اللي هي ربة منزل، لأنه اتضح أنه في النهاية سيكون الأربح للمجتمع هذا. طيب، رابعا أن تكون يعني المصلحة المرسلة هذه في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي فيها نصوص توقيفية. يعني ما يمكن واحد يدخل الباب مصلحة مرسلة مصالح المرسلة في قضية اشتقاق أسماء لله جديدة مثلا، خلاص أسماء الله وصفاته هذه توقيفية وبالأدلة ومعروفة ما يمكن الدخول لزيادات فيها. كذلك لا دخل المصلحة المرسلة إطلاقا في أخبار البعث والجزاء والجنة والنار، لا مدخل المصلحة المرسلة في أصول العبادات، خلاص هذه توقيفية ما يمكن نخترع عبادة جديدة بالمصلحة المرسلة، ولا يجوز الاجتهاد لإثبات عبادة لم يثبتها الشرع أو الزيادة فيها أو النقص منها أو التعديل عليها، فيمكن الاجتهاد في أعمال في إعمال المقاصد الشرعية لتحقيق بعض المصالح مثل ضرب العملة اللي يتعامل بها الناس. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام هل سك عملة في عهده؟ سك عملة؟ ما سك عملة في عهده. لو بعد ذلك خرجت فكرة في الدول الإسلامية في الدولة الإسلامية بسك عملة، سك عملة للمسلمين لها وزن معين، لها يعني صفات معينة إلى آخره. قضية مثلا تسجيل الأنكحة والمواليد في السجلات، إشارات المرور إلى آخره، هذه مجالها تدخل في المصلحة المرسلة. هذا الاجتهاد فيه صحيح. بعض الناس تختلط عنده البدعة بالمصلحة المرسلة ويظنهما من باب واحد، وذلك لأن البدعة تجتمع مع المصالح المرسلة في بعض الوجوه، لكن في فروق بين البدعة والمصالح المرسلة. حتى نأخذ يعني نظرة في الموضوع هذا، لابد أن نعرف ما هي منطقة المناطق الاشتراك، ما هي المساحات المشتركة بين البدعة والمصلحة المرسلة، وما هي مواضع الافتراق والاختلاف بين البدعة والمصلحة المرسلة. من الذين تصدوا لشرح هذا الموضوع، والموضوع هذا يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى قدرة تحليلية عالية ويحتاج إلى ذهن وقاد ويحتاج إلى يعني قدرة على التصور والتحليل والتفريق والتقسيم، من العقليات اللي مرت يعني على التاريخ الإسلامي واعتبر من مكاسب العظيمة في هذه الأمة، عقلية فذة جدا في الحقيقة، هو الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب الموافقات والاعتصام. طبعا نسبة إلى شاطبة أخرجت علماء كثيرين، يعني منهم الآن الإمام هذا الذي صار كأنه يعني هو أشهر واحد في البلد هذه الشاطبي. لأن عندنا أيضا الشاطبي الشاطبية في القراءات، عندنا الشاطبي شاطبة من بلدان الأندلس التي أخرجت أفذاذا. الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات عقد باباً يقول فيه أو في عنوانه الفرق بين البدع والمصالح المرسلة، وقال هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس بدعة. وما ليس ببدعة، فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعاً ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات. الاعتصام للشاطبي. الشاطبي رحمه الله ذهب إلى قضية التفريق والتمييز هذه لأن هناك خلطا حصل، أن هناك ناس جعلوا المصالح المرسلة بدع وقالوا لكن الصحابة سووها، مثل عثمان في جمع المصحف. إذن البدع صحيحة. هذا خلط خطير، ولذلك شرع رحمه الله في التفصيل. لكي تتضح المسألة أكثر سنذكر بعض الفروقات والاتفاقات بين البدع والمصالح المرسلة. وجوه اجتماع البدع والمصالح المرسلة ألف، يعني ما هي مناطق الاشتراك بينهما؟ أعطونا أنتم الآن من خلال المقدمة السابقة
ممكن تشترك البدعة مع المصلحة المرسلة في ماذا؟ طريقة جديدة، كلاهما طريقة جديدة. طيب غيره، كلاهما لا دليل عليه، يعني المصلحة المرسلة خالية من الدليل والبدعة خالية من الدليل. جيد، إذن منطقة الاشتراك الأولى، العنصر المشترك الأول، أن كل من البدعة والمصلحة المرسلة مما لم يعهد وقوعه في عصر النبوة. ثانيا، أن كل من البدعة والمصلحة المرسلة خال عن الدليل الخاص المعين. طيب ما هي الآن الفروقات؟ من الكلام السابق، إيش الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة تكون في أمر ديني وأمر دنيوي، وأما البدعة فهي في الأمور الدينية فقط، لأنه يتقرب بها إلى الله، اختراع عبادة. إذن تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية وما يلتحق بها من أمور الدين، بخلاف المصلحة المرسلة فإنها مناسبة معقولة، تدخل في أمور شرعية وأمور دنيوية، أمور دينية وأمور دنيوية. تنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها التقرب إلى الله، بخلاف المصلحة المرسلة فهي تدخل تحت باب الوسائل، لأنها إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد مقاصد الشريعة. فإذا مسألة مهمة في المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة الصحيحة تحقق مقصدا شرعيا، والمقاصد الشرعية حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، وحفظ إيش؟ النفس. طبعا منهم من أضاف حفظ النسل، وبعضهم أدخله في العرض، ماشي. إذن المصلحة المرسلة، واحد قال طيب إيش فائدة المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة تحقق لنا مقاصد الشريعة أو بعضها، لازم تساهم في تحقيق شيء من هذا. ثالثا، تنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين وزيادة الحرج عليهم، لأنه هي البدعة أليست عملا، أليست يعني أمرا الآن يضيفه المبتدع إلى الدين، فيكون يعني من باب الآن إما أن يوجبه أو يستحبه، فهو زيادة تكليف، زيادة عمل، يعني فيها زيادة مشقة. يعني مثل ما تقول مثلا والله صلاة الرغائب بدعة، صلاة الرغائب أول جمعة من رجب مثلا، صلاة أول ليلة النصف من شعبان كذا، أليس هذا عملا؟ أليس هذا عملا يقوم به المكلف يعني بزعمهم؟ فإذا يعني ألاحظ قول الله تعالى عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. النصارى لما ابتدعوا هذه الرهبانية، واللي حرموا على أنفسهم مثلا من بدع، حرموا الزواج على رجال الدين، صح؟ ما أنهم إنه رجال الدين فوق مستوى الشهوات، البابا وجماعته ما يتزوجوا، يعني ما في ماما بس ماما. طيب كذلك مثلا بعضهم حرم اللحم مثلا، وبعضهم مثلا بعض الرهبان اعتكفوا في الصوامع، خلاص ما ينزل للمجتمع ولا يخالط الناس خلاص. فالبدعة في حقيقتها نوع تشديد ومشقة وتكليف، يعني يشعر الواحد فيها بأنها تضيق عليه البدعة، بخلاف المصلحة المرسلة فإنها ماذا؟ تصير إلى التوسعة والتخفيف عن الناس ورفع الحرج عنهم وحفظ أمورهم الضرورية ووقايتهم من الشرور والمفاسد. رابعاً،
تنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة، هادمة لها، بخلاف المصلحة المرسلة فإن لابد أن تكون مندرجة تحت مقاصد الشريعة خادمة لها، ولما تصير مصلحة معتبرة. خامسا، تنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي لها أو وجود المانع. يعني لماذا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما جمع القرآن في عهده؟ ليش ما صلى بالناس التراويح كل رمضانات؟ الجواب إنه لم يقم بجمع القرآن في عهده لعدم وجود المقتضي لذلك. خلص القرآن في الصدور، بعد ذلك في حرب اليمامة المرتدين الحفاظ يقتلون ويموتون. طيب لو استمرت العملية ممكن الحفاظ خلاص يعني يذهب هذا القرآن من الصدور بقتل الحفاظ، وكانوا دائما في طليعة الجيوش الإسلامية. فإذا جوابنا لماذا يعني فعل أبو بكر وعثمان أشياء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد يكون فيه باب أيضا رد على أهل الرفض الباطنية يتهمون الصحابة، لازم نفهم الموضوع هذا أيضا. نقول لأن جمع القرآن يحقق المقاصد الشرعية، فأول مقصد مقاصد الخمسة حفظ الدين. هذا جمع القرآن يعين على حفظ الدين ولا لا؟ يساهم في حفظ الدين ولا لا؟ إذن ما كان له مقتضي أو داعي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجد المقتضي بعد ذلك، وجد الداعي. طيب لماذا ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على التراويح جماعة في كل رمضانات؟ خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم، فصلى بهم جماعة وقتا معينا ثم توقف، خشية أن تفرض عليه، وهو الرفيق الشفيق بأمته، رفيق بهم شفيق عليهم مشفق عليهم. لما مات عليه الصلاة والسلام خلص زال المحذور، ما الآن خلاص انقطع الوحي، فجمع عمر الناس. أبو بكر كان مشغول بحرب المرتدين، فترة خلافته قصيرة، عمر لما صارت الفتوحات واستتبت الأمور أعاد جمع الناس على أبي، فأعاد تلك السنة التي توقفت في العهد النبوي. كان في مانع أزال المانع. فإذا أي شيء صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، إما أنه ما كان يوجد مقتضي له في عهده، أو أنه كان في مانع يمنع منه. فإذا في مصالح مرسلة الصحابة قالوا بها بعد النبي عليه الصلاة والسلام تحقق مقاصد الشريعة، فالجواب أول جواب على واحد يجي يقول إيه وإيش يعني وليش هذه ما فعلها، لا ما كانت في عهده، أنتم الآن تحرمون علينا البدع. طيب الصحابة ابتدعوا على كلامكم، عثمان وأبو بكر مبتدع في جمع القرآن، وعلى كلامكم عمر عثمان. نقول لحظة، مهلا مهلا، المسألة ليست يعني بهذا الخلط. قضية شوف ترى فيها مسألة، فيها هي مسألة علم، هي قواعد، فيها فقه، ما هي خبط عشواء. لا تخلط الحابل بالنابل وبعدين تقول وأنتم إذن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها فهي مضادة للبدع. وترى لو كانت مصلحة متوهمة ملغاة تؤدي لمفاسد أكبر، تفوت مصالح أكبر، ترى لا نقول بها ولا نعتبرها مصلحة مرسلة صحيحة. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضابطا مهما للتمييز بين البدع والمصالح المرسلة، فقال ما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. شوف لاحظ، المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة صح؟ يعني مساحة الحرم النبوي الآن قبل التوسعة التي ستأتي الجديدة هذه تغطي المدينة القديمة كلها
طيب. لما توسعت المدينة في عهد الصحابة أكثر وأكثر، لأنه هي مركز الخلافة، فيها أبو بكر وفيها عمر وفيها عثمان، لما توسعت وصارت الأسواق احتاج الناس إلى ما ينبه على صلاة الجمعة، يعني صار ما يكفي أنه أذان عند دخول الخطيب فيتفاجأ الناس وطلع على المنبر، فيحتاج إلى تنبيه قبل ذلك، الناس يغلقوا أسواقهم، واللي ما اغتسل يغتسل، والذي نام المهم اللي عليه جنابة اللي. فرأى عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة، طبعا هذا ما هو اجتهاد خاص بعثمان ولا حتى جمع المصحف، كلها إجماع صحابة، كلها إجماع صحابة، الفكرة من واحد ثم يجمع البقية عليها، وإذا عارضوه خلاص، يعني في أفكار ما مشت، قال بعضهم اعترضوا. يعني شوف مثال أبو بكر رضي الله عنه في كلامه مع المرتدين، قال ضمن الكلام طبعا في قضية السلاح وقضية يعني شو الشروط عليه بعد هزيمتهم، قال وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، تدفعون دية قتلانا ولا وإيش ولا ندفع دية قتلاكم. عمر رضي الله عنه اعترض، قال لا، قتلانا شهداء، أجرهم عند الله، ما في أجر في الدنيا، ما في دية. ووافق الصحابة عمر، مع أن الذي اقترح الموضوع الخليفة نفسه أبو بكر رضي الله عنه، لكن خلاص. على العكس قتال مانعي الزكاة كان عمر ومن معه يرى أنه ما يقاتلون، كيف يعني ما، فلما يعني أبو بكر رضي الله عنه بيّن وأنه الزكاة حق المال ولو منعوني عقارا، رجع الناس إلى قول الصديق كلهم. فإذا هذه قرارات المصيرية وهذه الأشياء ما هي يعني هذا إجماع الصحابة، ما هو رأي فردي. إذا الآن يعني قضية السبب المحوج، السبب المحوج إذا ما كان موجود في العهد النبوي، يقول ابن تيمية فإن كان أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إذا كان المقتضي لفعله قائما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض أو مانع زال بموته كصلاة التراويح جماعة، فنعود إليه ونقيمه. وأما يقول ابن تيمية ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد كتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين بحجة أن الناس يتركون ويمشون ولا يسمعون الخطبة، قال فهنا لا يجوز الإحداث. الحين لو واحد جاء وقال يا جماعة أنتم ليش ما تحطون حول الكعبة سيور كهرباء وفيها كراسي، الناس تجلس كذا والسير يمشي كذا، سبعة أوف ستوب انزل الدفعة اللي بعده اركبوا يلا. هذا له سبب محوج، لو جيت قلت السبب المحوج قول والله مزيد من الراحة لحجاج بيت الله الحرام. شوف ما هنا لا نوافق على أنه هذه مصلحة مرسلة، يجي واحد يقول هل كان السبب المحوج إليها يعني موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقضية المانع وقضية ما في، حتى لو قال طب التقنية جات بعدين نقول إيه بس ما. وهكذا لو جاء واحد قال يا جماعة نمدد أنابيب من المخيمات في كل منى ومن مزدلفة وحتى من العزيزية في مكة إلى الجمرات، كل واحد من مكانه تضغط زر الحصاد على هناك وانت جالس مكان، ليش تروح تكلف على نفسك ترمي انت لو فتحت يعني مسألة صار فيها فتح الباب والله لو يعني ما يعرف دين خلاص ما خلاص لا
العبادات كلها تصير في مهب الريح يعني. خلاص. قال شيخ الإسلام: فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعله لم يفعل، يعلم أنه ليس بمصلحة الآن، ليس مصلحة صحيحة، كالأذان في العيدين اقتضاء الصراط المستقيم. ثانيا، ومن المسائل التي دخل منها التفريط في باب البدعة استغلال تقسيم بعض العلماء للبدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة في ترويج البدعة، فقد قسم بعضهم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. طبعا هذه سورت مشكلة، هذا التقسيم يمكن بعض يعني بعضهم لما ألف وصنف وكتب يمكن كان له نظرة، بس ترى هذا الاجتهاد تسبب مشكلات يعني، تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. ولو كان يعني فيهم أفاضل كالعز ومحي الدين رحمهم الله، لكن ترى ويرى هؤلاء أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، فإن وافقت السنة فهي حسنة وإن خالفت السنة فهي سيئة. بس عند النظر يا جماعة، إذا وافقت السنة هل هي بدعة أصلا؟ ما هي بدعة، فهذا تناقض، بدعة حسنة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، فشلون بعد كل من ألفاظ العموم نجي نقول بدعة حسنة؟ كل بدعة ضلالة، خلاص. طبعا هم كان لهم نظرة أنه يعني إذا وافقت السنة، طب إذا وافقت السنة ما صارت بدعة أصلا، ليش سميتوها بدعة وعين أوقعتوا الناس، يعني وقع الناس الآن في، لأنه كل واحد الآن يخترع يقول بدعة حسنة بدعة حسنة بدعة حسنة بدعة حسنة. كل من أطلع رأسه باختراع في العبادات بدعة حسنة. فهذه سببت بالحقيقة التقسيم هذا ما هو موفق، ما هو يعني نتائجه سلبية. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد كتبت في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على النهي، فقد أخطأ كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدع، ادعوا أن له أن لا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة. وهذا تقييد راح تطلع بدعة كثيرة وتجعلها خارج الانتقاد وخارج التحريم بهذه الطريقة. قال: وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة، وما سمي بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين لازم فيه. ما هما؟ ما سمي بدعة وثبت حسنه بالشرع لا يخرج عن أمرين، إما أنه سنة يعني ليس بدعة أصلا، طيب ليس بدعة أصلا. قال شيخ الإسلام: إما أن يقال ليس ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة كما قال عمر نعمة البدعة هذه، وإما أن يقال هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح كما يبقى فيما عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة، وهذا قد قررته في اقتضاء الصراط المستقيم وفي قاعدة السنة والبدعة وغيره. وقال في الاقتضاء: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة. إيش هي الكلمة الجامعة؟ كل بدعة ضلالة. ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، في بدعة حسنة. لأنه هذا قال: فإن هذه إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منها إلى التأويل. أنت الآن تعارض النص، تصادم النص. طيب كلام عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، أول شيء قال فين؟ وين؟ يلا هات وين قالها؟ وين قالها؟ في صلاة التراويح. وصلاة التراويح بدعة ولا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس عليها في الليالي من رمضان؟ هي سنة ثابتة، وإنما تركها خشية أن تفرض عليهم. فإذا ماذا يقصد عمر رضي الله عنه؟ المفهوم اللغوي للكلمة،
بس، ولا يقصد التعريف ولا يقصدها من ناحية الشرع أبدا. إذ كيف يطلق على أمر فعله عليه الصلاة والسلام وجمع الناس، وفي ليلة 23 و25 و27 قالوا خشينا أن يفوتنا الفلاح السحور يعني، ورجعوا مسرعين إلى البيوت، قام بهم أكثر الليل. كيف يقال عنها هذه بدعة؟ فإذا يقصد عمر رجوع الأمر إلى ما كان عليه، هذا الشكل الجديد الذي انقطع طيلة خلافة الصديق، وطبعا جزء من وقت النبي عليه الصلاة والسلام وجيء خلافة الصديق وصدر خلافة عمر، الآن رجع مرة ثانية، فصار كأنه شيء جديد، استجد. وهذا وجهة قوله نعمة البدعة، هذه هذا مستجد، ولكن هو كان أصلا، صارت كأنه إحياء، إعادة الأمر إلى ما كان عليه. طبعا في ناس اللي ما كانوا عايشين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بالنسبة لهم لما فوجئوا عمر جمع الناس على أبي شيء جديد بالنسبة لهم، نعمة البدعة هذه، لكن في الحقيقة ما هي بدعة، هي أصلا سنة. فأصل الاجتماع في تهجد رمضان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه، لا أنها بدعة في المعنى. فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، يقول شيخ الإسلام، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه الذي نحن الآن بصدده، يعني أصل البحث. قال: لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه، يعني إذا كان استعملنا عبارة عمر في القضية. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، رواه البخاري ومسلم. هذا كلام الشاطبي في الاعتصام. وأما طيب إيش ممكن يتعلق به أصحاب البدعة الحسنة من النصوص؟ أعطونا نص كذا ممكن يستدلوا به. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. إيش الجواب؟ لو جاك الآن مبتدع وقال: وش ليش أنت تخطئنا يا أخي؟ ليه؟ الدين على كيفكم؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، أنا سنيت، أنا خلاص، إيش اخترعت ركعتين بعد السعي، اخترعت ركعتين عند غار حراء، إيش المشكلة؟ ليش إحياء سنة ثابتة؟ ليه تخصص على كيفك أنت؟ ليش الدليل عام من سن سنة حسنة كذا، ليش تخصص على كيفكم؟ الموقف اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة ما هو؟ قضية مهمة، مثل أسباب النزول عشان تعرف تشرح الآية، وكذلك أسباب ورود الحديث الشريف، هذه وردت أين؟ ما هو في قصة لما جاء العرانيون، لما جاء هؤلاء القوم جياع والنبي عليه الصلاة والسلام تكدر من هذا، واللي هؤلاء الفقر المدقع وما يكاد عرات ما عندهم يستر إلا شيء بسيط وجياع، والنبي عليه الصلاة والسلام ندب الناس، تصدق رجل من صاع بر من صاع تمر كذا وصاع وشمزة، اتقوا النار ولو بشق تمر. فجاء واحد من المسلمين بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كوميد من ثياب وطعام، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن سنة حسنة فله. إذن قال هذه الكلمة تعقيبا وتعليقا على فعل واحد لما ندبهم للتبرع والتصدق، جاب صرة عظيمة وفتح الباب فتتابع الناس، فقال: من سن سنة حسنة، فكأنه ذكر الناس بالعمل المشروع وكان قدوة لهم بالعمل المشروع، فسن السنة أي عمل بها في الواقع وأعاد التذكير بها وأحياها بين الناس. وهذا الحدث يفسر الجملة التي قيلت بمناسبة، ولا يمكن فصل الجملة عن المناسبة التي قيلت فيها. مثل ما أنت الآن لو جيت على حديث مثل النبي عليه الصلاة والسلام مدح واحد على عمل،
فقال جزاك الله خيرا مثلا. فرحت وفصلته عن الحدث اللي ورد فيه ورحت حطيت أي شيء كذا، واحد كذب جزاك الله خير، ليه كيف تحتج يا أخي؟ الحديث في حديث يقول جزاك الله، بيتفصلوا عن مناسبته، تفصلوا عن قصته. فإذا الصدقة أصلا مشروعة، والحديث حديث جرير بن عبد الله الطويل في الناس الذين جاءوا حفاة عراة مجتابين نمار، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل بهذه الصرة فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال الشاطبي فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنت سنة حسنة ومن سنت من سن سنة سيئة؟ تجد ذلك، تجد الجواب التوضيح في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه حيث أتى بتلك الصرة، فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ما قال من سن في الإسلام سنة حسنة، فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بشيء مشروع في الدين الصدقة، وليس المقصود البدعة. فإذا هذا واضح ولا يحتاج إلى نقاش، خلاص قضية القضية الآن محسومة. طيب طبعا الذين قسموا البدعة راحوا في بس مسلسل بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، ولكن في الحقيقة أن هذا الكلام ليس بوجيه، ولو كما قلنا يعني دخل فيه العز والتلميذ القرافي وحاول وقال البدعة الواجبة كتدوين القرآن، البدعة المحرمة كالمكوس، والبدعة المندوبة صلاة التراويح جماعة، والبدعة المكروهة تخصيص أيام الفاضلة بنوع من العبادات، والبدعة المباحة اتخاذ المناخل للدقيق. والشاطبي رحمه الله رد قال يا جماعة أصلا هذه ما تسمى، الأشياء الصحيحة اللي فيها ما تسمى بدعة أصلا، ليش تسميها بدعة؟ قال هذا التقسيم أمر مخترع، قال الشاطبي لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو نفسه متدافع وفي تناقضات، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل على من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين الاعتصام أو متناقضين. طيب قال الشيخ عبد الرحمن البراك هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية، أما البدعة في الشرع كلها ضلالة ما يمكن يعني. طيب الآن يعني طبعا من مظاهر الانحراف في البدعة الاحتجاج على البدعة بالأدلة الشرعية العامة أو الاحتجاج بالعموم على الخصوص، وهذا طبعا له أمثلة، مثل واحد يجي مثلا يقول في دليل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيروح مخصص لك عدد كذا 27 مرة صلاة، أو يجيب لك الصيغة اللهم صلي على نور الهدى محمد وعلى اللهم صلي على شمس الضحى محمد وعلى اللهم صلي على بعض يعني اختراع صيغ ويلا. وبعدين لما تجي تقول يا أخي أنت اخترعت ابتدعت، تقول لا في آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أنت تحتج بعموم يعني بهذا على الصيغة الخاصة التي اخترعتها؟ ليش ما تفسر الآية بالصلاة الإبراهيمية؟ ليش ما تفسر بما ورد؟ ليش تفسر بأمثلة مخترعة من عندك؟ ما لك حق في هذا. على أي حال يعني الأمثلة كثيرة على هذا. والاستحسان ختاما هو السبب الذي يدخل منه يعني بعض هؤلاء الناس، وما لأنه من استحسن فقد شرع كما قال الشافعي، استحسانات لكنها في الحقيقة مخالفة لأحاديث الإسلام وقواعده، مثل من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب بذلك
نكون قد أنهينا ما يتعلق بموضوع البدع والتبديع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، ونسأله عز وجل أن يحشرنا في زمرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا بسنته آخذين وعنها منافحين ومدافعين، إنه سميع مجيب.